عليكم. معكم الدكتور هلال، يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. دي الأسئلة اللي جات على الموقع dr-hilal.com خلال الفترة الأخيرة. ياسو بيسو: جميع أنواع أعراض الإيدز جات لي بعد علاقة محرمة، طفح جلدي لون وردي استمرت حوالي 10 أيام واختفت، وبعد فترة جاني ضيق تنفس شديد وصعوبة بالبلع، وخلال هذه الفترة ضغط عالي وألم بالرأس استمرت حوالي 4 شهور، ومنذ شهر تقريبا جاني صداع لا يفارقني وظهور بقع تشبه الحسنة سمراء على شكل حروق وبقع بنية وبقع بيضاء، وعند ألم في المفاصل والعضلات وبياض اللسان. أنا راضي بحكم ربنا عليا، بس نفسيتي صعبة جدا وخايفة حل الكل. هل كل هذه أعراض الإيدز؟ السؤال زي ما بيسأل الأخ هو عبارة عن أعراض الإيدز أو أعراض شبيهة بأعراض الإيدز، وفي احتمال عدوى مسبقة، وبيقول يا ترى دي إيدز ولا؟ والإجابة بتاعته قلناها كتير قوي، وده من الأسئلة المكررة مئات المرات، وقلنا فيها إن أعراض الإيدز أو الأعراض التي تشابه أعراض الإيدز لا تدل على مرض الإيدز. وجود الأعراض زائد وجود احتمال تعرض للعدوى، الاثنين دول مع بعض كل الشيء اللي ممكن يقولوه انك تروح تعمل تحليل، والتحليل هو اللي يقولك انك عندك ايدز ولا، وفي الغالب بيطلع التحليل سلبي. طب لما التحليل بيطلع سلبي امال الاعراض دي موجودة ليه؟ ما هو في حاجات كتيرة او غير الايدز. نفترض ان اللي عندك ده نقص مناعة بس مش ايدز، نقص المناعة ممكن يكون نتيجة نقص انواع من المعادن، نتيجة نقص انواع من الفيتامينات، نتيجة اي شيء اخر عامل لك في المعدة او في الامعاء بيؤدي ان الامتصاص مش بشكل جيد. كل هذه الامور قد تؤدي الى اعراض نقص المناعة، ده بخلاف ان في امراض اخرى قد تؤدي الى هذه الاعراض، بس هو اشهر حاجة اللي هو نقص معادن او فيتامينات، ودي نتيجة اسلوب حياة غير صالح. وبالتالي احنا بالنادي دايما بان الواحد يتبع اسلوب الحياة الصحي. لما تكون عندك اعراض كده هلامية مش واضحة وتروح عند دكتور يقول لك لا ما عندكش حاجة، يبقى اذا انت عندك نقص في شيء ما من المغذيات الرئيسية المطلوبة للجسم، وتحلها باتباع اسلوب الحياة الصحي. إيسا تاون: السلام عليكم، انا رجل السن 50 سنة، عمره 50 سنة، في سن 19 يعني من 30 سنة، ظهر عندي مع الخصيتين شيء دائري صغير جدا، والان بعد 30 سنة اصبح خصية ثالثة بس اصغر من الخصيتين، ما هو الحل للتخلص من الخصية الثالثة؟ هو السؤال هنا هل اللي عندك فعلا خصية؟ هل هي خصية مصنفة تشخصت والدكاترة قالوا لك دي خصية فعلية؟ الخصية لها مواصفات، ولا تقصد مجرد كالكوعة أو ورم أو حاجة زي الخصية؟ لأن في تاريخ الطب كله ما فيش حالات متسجلة ناس عندها أكتر من خصيتين، خصية ثالثة أو رابعة، بالعدد كده يمكن 200 حالة على مدار مئات السنين من ضمن كل الرجالة، بلايين الرجال. فلو انت عندك خصية ثالثة ده لا، ده انت هتخش التاريخ وهيعملوا عليك فحوصات للصبح يعني وأبحاث. ولكن في النهاية اقول لك ان وجود خصية ثالثة لا تمثل مشكلة مرضية ولا تسبب اي نوع من الامراض ولا تؤدي الى تأثير سلبي او ايجابي على الخصوبة والقدرة على الانجاب. عبد الله: العمر 34، الوزن 66، الطول 173 سنتي، قمت بعلاقة غير مباشرة اي بدون علاج، ثم بعد اسبوع بدأت تخرج مني إفرازات وأشعر بحكة في رأس القضيب. ذهبت إلى الطبيب ووصف لي علاج للسيلان، حقنة في العضل، ودوكسي سايكلين وفلاجيل لمدة أسبوع. خفت الأعراض بعد ذلك لمدة أسبوع، ثم رجعت الإفرازات الصفراء والحكة في رأس القضيب. ذهبت إلى الطبيب قال هذه إفرازات عادية، طلب تحليلا للبول فخرجت النتائج جيدة، ليست فيها بكتيريا. سؤالي لكم: لو أنني شفيت، لماذا رجعت هذه الإفرازات والحكة وهي نفس الأعراض التي كنت أعاني منها سابقا؟ وهل يمكن ألا يظهر مرض السرطان في تحليل البول؟ ما الذي يجب علي أن أفعله؟ فإنني محتار، سببت لي التوتر. هو في قصته ديت أخونا سأل سؤالين، السؤال الأول هل إيه سبب رجوع الأعراض؟ السؤال الثاني هل ممكن السيلان ما يظهرش في تحليل البول؟ نجاوب السؤال الثاني الأول لأنه أسرع. نعم ممكن السيلان ما يظهرش في تحليل البول، لأن تحليل البول بيبين الصديد
وكرات الدم الحمراء وما إلى ذلك، لا يبين جراثيم أو من هذا النوع، ما بنقدرش نعرف من تحليل البول، وإنما ممكن من المزرعة وحساسية أو من مسحة من الماسورة القضيب وبتعملها تحليل صبغة وبيظهر بذلك في الجرثومة بتاعت السيلان أو لا اللي اسمها نيسيريا جونوريا. وزي ما قلنا في الغالب السيلان بيبقى مصحوب في الفيديوهات بتاعتنا، يوريت تشوفوها، مصحوب بنوع تاني من البكتيريا اسمها كلاميديا. الاثنين في الغالب بيبقوا مع بعض، ولذلك العلاج بيبقى حقن سيفترياكزون وكبسولات دوكسيسايكلين أو كبسولات أزيثروميسين. السؤال الثاني بيقول طيب هي ليه الأعراض رجعت تاني؟ الأعراض رجعت تاني لأن أنت خدت حقنة وكبسولات وإيه قفلت الموضوع على كده، لكن في خطوات أخرى لازم كانت تتعمل. ياريت ترجع للفيديو بتاع العلاج النهائي للسيلان عشان تعرف إيه اللي أنت ما عملتوش. في كذا حاجة كان لازم تعملها. أول حاجة أنت بتاخد العلاج، تاني حاجة شريكة حياتك أو شريكة زوجتك بتاخد برضو نفس العلاج وتمتنعه عن الممارسة الجنسية لمدة 6-7 أيام وتتبع أسلوب حياة صحي أثناء هذه الفترة بتجيب نتيجة. أحيانا بنحتاج ناخد أكتر من إبرة ولفترة أطول، وخصوصا لو الموضوع العدوى ديت متكرر. دي حاجة. الحاجة التانية احتمال ان انت خدت عدوى مرة تانية بسبب اهمالك نقطة من النقاط اللي انا ذكرتها. محمد: السلام عليكم ورحمة الله. دكتورنا دكتور، انا مريض الوسواس القهري المرضي بحيث ارى الدم ينزف، اصاب بالقلق والاكتئاب شجار انا وصديقي في العمل، وجرحني بيد على شفتين ونزف مني دم، فجاني الوسواس انه اتنقل الي المرض عبر الدم مثل الايدز، بالخصوص الايدز. ثم بعد ذلك تسامحنا فقبلني، فجاءتني الوساوس مرة تانية انه كان في شفتاه دم ونقل الي المرض، فسألته هل كان يعمل علاقات محرمة؟ قال لي لا منذ 3 سنين لم يعمل علاقة محرمة، فجاءتني الوسواس والامر ازداد علي كثيرا، والان انا في دوامة من الوسواس، رأسي يؤلمني، حياتي معطلة، والله ماذا أفعل؟ هل أذهب إليه وأقول له يعمل تحليل الإيدز، أم أنتظر 3 أشهر وأعمل تحليل، أم أذهب إلى الطبيب النفسي؟ لأن في كل مرة تقع لي حدثا مثل هذه الأعمال، مثل أعمل تحليل الإيدز ربما أكثر من 10 مرات وأنا أعمل تحليل الإيدز، تعبت والله. هنا أخونا الحالة مكررة ومسؤول برضو نفس السؤال كتير جدا، والمشكلة مش في نقل العدوى أو الدم، وإنما المشكلة الحقيقية هي في الوسواس. فهو بيقول أعمل إيه؟ أروح أعمل أستنى 3 أشهر وأعمل التحليل؟ استنى يا سيدي 3 أشهر وأعمل تحليل، ما فيش مشكلة. ويقول لك أنا بس أنا عندي وسواس، كل حالة زي كده بتحصل أو مشابهة أروح أعمل تحليل، عمل أكتر من 10 مرات تحليل. يا سيدي يا بخت المختبر اللي أنت جنبه، يعني يا ريتك كنت قريب مننا كنت عملت عندنا التحاليل دي كلها. على كل حال يعني لو انا مكانك مش هعمل اي حاجة وانسى الموضوع، لكن انت لو انت فعلا عندك مصاب بمرض الوسواس، فاذا حلك ان انت تعالج هذا المرض، يا اما تعالجه بخطوات انت تعملها مع نفسك، او لو كنت عاجز عن كده تروح لدكتور نفسي يعالجك، ما فيش نقاش. لكن هو الكلام اللي انت بتقوله ده لا ينقل العدوى باي شكل من الاشكال مع بفيروس الايدز. احمد علي: دكتور هلال، انا من اسبوع عملت علاقه جنسيه غير مكتمله، بمعنى انه هي ادتني وجهها وانا وجهي ومش عارف ايه في المبل من الخارج بدون علاج، يعني ما دخل القضيب، انزلت المني، واما انزلت المني لا داخلها ولا خارجها لمده دقيقه فقط، ورحت عملت حمام وغسلت القضيب مع العلم كذا كذا مقيم بالخليج، واي مقيم او مقيمه بيعمل هذا التحليل لما بيوصل، وانا عارف ان اللي عملت معاها كده ما تخرج ولا تتعامل مع ناس كتير، وهي من دوله افريقيه وعندي وسواس قهري، هل لو هي مصابه ممكن تنقل العدوى بالوقت القليل ده؟ كنت بتقول هي لو كانت مصابه ممكن تتنقل لك العدوى؟ الاجابه نعم ممكن تتنقل، ولكن باحتمال ضئيل جدا جدا. فالحل عندك لو انت قلقان، لو انت مش قلقان خلاص، لان احتمال نادر قوي قوي بالطريقه اللي انت وصفتها ان تتنقل العدوى، لكن لو قلقان اعمل التحليل وانهي مساله القلق ديت، ده الحل اللي هو القاطع يعني. احمد: زوجتي مصابه بفيروس بي قبل الزواج بنسبه 20%، وبعد سنه ونص من الزواج عمل التحليل طلع مع
عملت تحليل طلع ما عندي فيروس، مع العلم انها تيكافير العفو تاخد تيكافير ولم تتوقف، وانا ما اخذت اي جرعات للحمايه من الفيروس، ومن حوالي سنه ما عملت تحليل ثاني، فهل من ممكن جسمي اخذ مناعه ضد الفيروس ام لا، وهل ما زلت معرض للاصابه؟ هو من كلامك كده واضح ان الفيروس عند زوجتك خامل، وبالتالي العدوى هتحصل ازاي؟ اذا كان الفيروس خامل معناها ان الانسان ما بياخدش العدوى، اما انت جات لك مناعه ولا لا، ما تجيلكش مناعه الا لو كنت اتطعمت او خدت فعلا العدوى، ربما طبعا تكون خدت العدوى وخفيت منها زي 85% من الحالات اللي بتتصاب بالعدوى الحاده وبيخفوا منها. عايز تعرف انت عندك مناعه ولا لا، بتعمل التحاليل بتاع اتش بي اس انتي بودي هيطلع ايجابي، لو طلع هذا التحليل سلبي فانت في وضع يحتم عليك انك تاخد جرعه تطعيم، لو انت واخد تطعيم سابق وانت طفل او كده بتاخد جرعة منشط، لو مش واخد لازم تاخد الثلاث جرعات عشان تقدر تعيش حياة مطمئنة مع زوجتك. دي حاجة. الحاجة التانية ان لازم كل المحيطين المقربين الاطفال وما الى ذلك ياخدوا التطعيم نفس الشيء، وتتبع اسلوب الحياة الصحي، وزوجتك طبعا تتبع اسلوب الحياة الصحي عشان يظل الفيروس عندها خامل وما ينشطش. سلام، أنا فتاة عمر 21 سنة، لدي سؤال، إذا كان هناك نقطة دم من الحيض على أرض المرحاض أو إجا حد ودخل الحمام أو لمس وتوضأ أو الدم على الأرض عليه كلور، هل يعدي أم لا؟ ومدته على الأرض دقائق معدودة. الإجابة لا يعدي، لأن قلنا كتير أن العدوى لا تتم عن طريق الدم خارج الجسم، ولو عايز التفاصيل ارجعي لطرق العدوى بالـ HIV، الفيديوهات كتيرة عندك على القناة. عملت تحليل الإيدز بعد 6 أسابيع من احتمال العدوى، هل قطعي؟ 6 أسابيع عملت الجيل الخامس. الكومبو بعد 21 يوم بيبقى مؤكد، بس 6 أسابيع 42 يوم يعني مفيش شك قطعي، يعني طالما سلبي خلاص. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة عشان الوقت بس يكفي، الأسئلة كتيرة بصراحة وفي كتير منها مكرر، وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.